عايز تنزل أجازة تاني ليه؟ عشان فرح ابن عمي. طب اللي هيدخل أنت ولا ابن عمك؟ عموما طلع ده وربنا يسهلها. وجع قلبي جديه نور عيني. والله يا زين كان اول حاجه لازم تعملها انك تتصل تطمننا. والله غصب عني يا فيروز، كنت مشغول بالمصابين، المنظر كان مفزع يا ام. الحمد لله على سلامتك يا اخويا. طب انت بتعيط ليه عبيطه؟ ما انا قدامك اهي. انا حاسه ان الروح رجعت لي دلوقتي. بعد الكلام ده انك بتحبيني؟ بحبك بس انا بموت فيك. والله يا ريت الانفجار ده حصل من زمان يا امي، عشان احس باهتمامكم وبحبكم وبخوفكم عليا. ده انا بخاف عليك اكتر من نفسي يا زين، انا قلبي كان هيطلع من مكانه من الخض. والله يا ولدي روحك ردت فيا اول ما شفتك بتهل عليا كده. يا ريتني كنت معاك عشان اخد شويه من الحب والحنان ده. بالك يا طه، لو انت اللي مكاني وبلغوهم بالخبر ده وربنا كانوا كملوا نوم عادي. ونشخر كمان ونعمل اخت. وعزة جلالة الله لو مسكت واحد من الارهابيين دول اقطعه بالحطارة ده. تروح تجيب هاردات الكاميرات اللي حاطينهم في المحلات اللي حوالين المركز. بس اكيد باظت من التفجير يا ريس. يا ابو مخ عطلان، لو الكاميرات باظت الهاردات عليها كل حاجة. يلا بسرعة. اوامرك يا ريس. الغربية دي وصلت قبل الانفجار بنص ساعة وحتى صاحبها ما نزلش منها. اتحركت بعد الانفجار بدقيقة. مين صاحب فكرة الكاميرات دي؟ يبقى حوطة الاسم كله. ده ليه السؤال ده يا فندم؟ بصراحة عايز أشكره، هتفيدنا كتير. رغم إن أنا كنت معترض على صرفية الكاميرات دي، بس ظهرت قيمتها دلوقتي. كان عندك بعد نظر يا زين. الله يخليك يا فندم، كله بركة توجيهات سيادتك. طيب عايزين نعمل زوم على الشباك بتاعها. رضوان، انت هتعرفه يا زين؟ ايوه اعرفه يا فندم، من بلدنا، كان معايا في المدرسه. طب وده هتعرف تجيبه؟ ده اكيد خلع بره البلد. هنجيبه هو اللي معاه بعون الله. استهدف الله رضوان، استهدف الله. بعد اذنك يا فندم انا اعرفه، سيبنا اتكلم معاه. ايه انت بتقول ده؟ عدو الظابط. بعد اذنك يا فندم على مسؤوليتي الشخصيه، خلي الرجاله تخلي المكان. مستغرب اللي وصلت ليه، مش هكدب عليك خفت على بنت عمي منك، بس اخر حاجه كنت اتخيلها ان صديق دراستي اللي اكلنا مع بعض عيش وملح يبقى واحد منك. ما تقربش يا زين، ما تقربش. يبقى واحد من القتله. مفيش قتله غيركم يا زين. انا مش قادر اصدق ان زين ولد الحاج صالح الجناوي يبقى من المرتدين. مرتدين؟ عارف معنى الكلمة دي عشان تتهمني بيها؟ وانت هتفهم في كلام ربنا أكتر مني؟ وبعدين يا زين، من ساعة ما انت لبست البدلة الميري وانت بقيت زيهم،
ظالم وكافر. مين اداك الحق انك تكفر بني ادمين وتستحل دمه ومرضوان؟ ايه؟ هتقوم بدور ربنا على الارض؟ انا بطبق شرع ربنا في الارض يا زين. اياك تكون فاكر يا رضوان ان الدور اللي عايشه بقالك سنتين ثلاثه ده هيخيل عليا. احنا متربين مع بعض. ياض انا عمري ما شفتك في جامع المدرسه. ده انت لحد من سنتين ثلاثه كنت بتشوف اي مره معديه بتفصصها من فوقها لتحتيها. انت ده جميته. انت نفس مريضه استغلها الشيطان عشان تاذي الناس باسم الدين. دي ننضف منك ومن امثالك. طب احنا هنتجاهد نكت اللي يا زين. اتجاهد يا زين ونشوف مين في الجنه ومين في النار. شوف هو الاسم هيرجع زي ما كان على امتى يا فندم؟ كلها كام يوم ان شاء الله، الناس شغاله والله صبح وليل. والله يا فندم انا لو من مدير الامن كنت شايلت زين الليله كلها. ليه؟ هو زين اللي كان فجر الجسم ولا ايه؟ لا مش هو اللي فجره، بس هو اللي مقصود بالتفجير. ما هو مفيش مصيبه بتحصل لنا هنا غير من تحت راس زين. والله انت فايق يا زياد. على كده زين هو السبب في ارتفاع سعر الدولار. زين 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 يا فيروز الصورة دي جات لي دلوقتي. مين دي؟ مين اللي بعت لك الصورة دي؟ اكونت ما اعرفوش، جات لي دلوقتي على الفيسبوك في اذرز. كان ملوش اسم يعني؟ واضح انه فيك اكونت. اكيد هتلر اولده. ممكن اعرف مين دي؟ ده البنت اللي اتقتلت. مريم. والطفل اللي عايش عندنا تحت. أول مرة تقولي إنك قابلتها قبل ما تموت. وانا من متى بحكي لك على اللي بيحصل في شغلي؟ ده مش شغلي يا زين، دي ام طفل عايش معانا هنا في البيت ومسميها على اسمك. يعني اقل حاجه تعبرني كمراتك وتقول لي انك قابلتها قبل ما تموت. ما جاتش فرصه. ما جاتش فرصه؟